بتحليلاتها، واعتقد انها جاوبت على اكتر من سؤال، فانا مش محتاجه ان انا اقوله دلوقتي، ونتواصل مع استاذ مجدي نصر. مساء الخير، سعيد جدا طبعا بالاجواء، بالكاتب نفسه، بالعمل، بالفرصه. الشكر للاستاذ شعبان واستاذ اسامه وجميع الاساتذه وللمكان العريق ده اللي انا بتشرف بانضمامه مؤخرا ليه. احنا قدام مجموعه قصصيه لراجل جميل جدا، ودي مش مجامله لانه ده راي الجميع يعني. النقد نوعين، اما انه يكون بادوات واما انه يكون تذوق. فانا الحقيقه بنتمي للنوع الثاني، لاني لا ادعي امتلاك الادوات الكامله لعمليه النقد يعني. فانا هتكلم عن الجماليات اللي لمستها كقارئ. التعبير الابداعي برضو اما هو بيكون نمطي او مميز، والحقيقه ان احنا قدام تعبير ابداعي مميز، لان الباشمهندس طارق كاتب بطريقه شكسبيريه شويه، حتى التقسيم وعنوان الفقرات اللي هو قسمها بتقول ان احنا قدام حد في الاصل شاعر. نبدا بعتبه المجموعه اللي هي يوميه غياب. العنوان بيتصل وجميع القصص جوه، لانه الحبكه الرئيسيه المشتركه ما بين الاعمال كلها هي حبكه الغياب، سواء الغياب ده على مستوى الشخوص او على مستوى الاحلام، الامال، على مستوى الحاجات الماديه والحاجات المعنويه. احيانا في غياب في كل القصص. اللغه، الراجل عنده مزيج من اللغه البسيطه والمعقده، ولو هو في بعض الاحيان بيميل الى الشعريه في رسم الجمله، ودي حاجات كلنا بنستمتع بيها كقراء. شخصيه الكاتب النهائيه نفسها غايبه، انت حتى قدام شخص محير يعني، هو جميل جدا ولكن محير. انت يا عم شاعر ولا انت قاص ولا روائي؟ لدرجة ان انا في الاخر خالص بعد ما خلصت قلت الراجل ده المفروض يكتب رواية، رواية عظيمة باللغة العظيمة اللي عندي دي. السرد الرمزي سلاح مهم جدا عند باشمهندس طارق. هو بيعمل اسقاطات من بعيد، هو عمال يكربج الدولة والوضع العام بدون ما يبان خالص، يعني زي ما تقول كده بنقول بالبلدي عور واحد بدون ما يطلع سلاح، وده حصل على مستوى ال 14 قصة. النصوص هنا بتمزج بين حال الابطال بتوعها وحال البلد، الاسقاط باين جدا للي هيركز. عمليه الاختزال هو بخيل شويه، دي من جماليات الكتابه الطارق وهابيه، انه بيختزل حتى بيعود الى بعض المشاهد في جمله. البخل ده بيدي ميزه، وربما يعذب القارئ العادي او يتعبه شويه. حتى انا كتبت في احد المناطق انه كاتب منهك، يتعبك معاه، لانه في العوده في الفلاش باك لبعض المناطق في الماضي او بعض المشاهد ما بيسردهاش كامله وما بيحكيهاش كامله، ممكن في جمله واحده يسيب خيالك يرجع لمشهد معين. تعريه الواقع العام، هو مصر على تعريه الواقع برضو بدون ما يظهر. احنا قدام سارد يقظ جدا وعنده صبر على الصياغه. الصبر ده ظهر في بعض المناطق، لما انا ببص على بعض الجمل بكتشف انه الاستاذ طارق رجع مره واثنين وثلاثه للجمله دي لحد ما استقر على الصيغه النهائيه بتاعتها، انه مش عجول ابدا في صياغه الجمله. ومؤكد كمان انه زي ما قام بتنقيح العبارات نفسها، واضح جدا انه قام بتنقيح الفقرات. اذا احنا قدام شخص صبور كتابيا. هطول عليكم شويه لان هتناول 14 عمل على السريع كده، 14 قصه يعني. هو انا بعتذر يا استاذنا، قبل حضرتك بدقيقه. ماشي. لا انا بقول للاستاذ اسامه ان انا بعتذر ان انا اخدت دوره هنا، وبعتذر على الاطاله. الاهداء واضح وبسيط جدا، احنا قدام شخص متواضع فيه عرفان، والحقيقه ان انا بحب المنطقه دي قوي. انا ممكن اشكر البلد كلها وابويا وامي واخوالي وعمامي، لكن هو اصر انه يشكر اثنين في المجال. ومن يعني من النظام عنده انه قسم الشكر على منطقتين، للدكتور عبد القادر القط في اهداء،
وبعدين شكر واجب، حتى في نظام كده الاهداء حاجه والشكر اضاف عليه كلمه واجب، فاحنا قدام شخص منمر. يوميات غياب بيستحضر الغياب والرثاء من البدايه، لانه حتى احنا بنتعامل مع شخصيتين غائبتين اللي احنا بنديهم الاهداء والشكر. التقسيم نفسه بيوحي بالنظام انه هو حتى لو انت ما تعرفش انه مهنته الاساسيه مهندس، هتعرف ده مع الوقت على مستوى تقسيم الاقسام نفسها، التوزيع بتاع القصص جوه الاقسام، تقسيم الشكسبيريان سونت انه بيقطع ستانزا شعريه وسط القصه نفسها. يوميه غياب هي اكبر مثال في المجموعه للقصه الشعريه الشكسبيريه. التعابير الحلوه كالعاده انا بيخطفني التعبير اللغوي الحلو، ياخذني الشوق خارج الاسوار، انتظر تلك الخطوات المحفوظه خلف الباب المغلق، الجمله العنبر المسحوم بالانات والرغبات المبتوره، دي هايله جدا، ماساه المجند الحبيس داخل العنبر، والانباشي الذي لا يفيق، وكان احنا بنقول انه عسكر الدوله او قاده الدوله اللي اسرنا جوه، والمحبوبه اللي هجرت، اللي انت حتى مع طارق عبد الوهاب ما تعرفش هي المحبوبه نفسها دي ولا البلد، مين في الاثنين اللي هجروا، وده شيء جميل برضو الارتباكه دي. مقارنه قصه حبه مع قصه حب زميل العنبر، لدرجه ان بعض القراء ممكن يعني في احد قراءات القصه ما يعرفش هل المحبوبه الخائنه دي هي الحبيبه الجديده للزميل ولا لا، لانه ربما تكون هي. الخطوط البولد الثقيله اللي هو بيلجا اليها لما يرجع للماضي، يعني هو بيحكي الحاضر بيحكي بخط عادي، لما بيحب يرجع للماضي بيتقل الخط، بيبين للي بيقرا علشان ما يزودش الاجهاد عليه، وده في حد ذاته تقسيم هندسي، وده يحصل لما المهندس يكتب ادب. هجران المحبوبه بان بسلاسه شديده جدا في الفقره بتاعت لا ادري متى، في القصه العظيمه اللي قراها الباشمهندس طارق. العمق والتقطير، الراجل بيكتب بشكل عميق جدا بعيد عن المباشره، بحيث ان هو لو عاوز يهجم على حد ما يبانش سلاحه ما يطلعش. هو سالخ عصر الملكيه، سالخ الانفتاح، هو سالخ الزمن العسكري، وسالخ الانفتاح اللي امتد مع السادات، وسالخ القبضه الامنيه في عهد مبارك بدون ما يبان او يقول لفظ يعاقب عليه. بتكتشف طارق عبد الوهاب قطره قطره، ما يسلمكش نفسه، اسف يعني هو قاعد يخبي وانت سيحت له. اه طبعا الله يكرمك. ده العهد.